انجولار هو فرونت اند فريم ورك، يعني بنعمل بيه الواجهه الاماميه للمواقع. الواجهه الاماميه يعني اي حاجه الفيستور بيشوفها اول ما بيدخل الموقع، زي كده لما بتيجي تدخل فيسبوك بتشوف على طول بوست، صور، فيديوز، دي بتبقى الواجهه الاماميه. لكن البوست والصور والفيديوز دي بتتخزن فين؟ بتتخزن اكيد في السيرفر. دي بقى الواجهه الخلفيه اللي بنقول عليها الباك اند. الباك اند هو اللي بيتعامل مع الداتا بيزز والفايل سيستم والحاجات دي. طبعا احنا عارفين ان الفرونت اند عباره عن HTML و CSS و JavaScript. انجولار بقى بتمانج الثلاث حاجات دول مع بعض، بتخلينا نقدر نعمل حاجات صعب ان احنا نعملها ببيور JavaScript لوحدها. عشان تبدا في كورس انجولار انت محتاج يبقى عندك اساسيات من HTML و CSS و JavaScript. في حاجات غير انجولار بتعمل نفس الوظيفه بس بطرق مختلفه، زي React ده عباره عن Library و Vue.js و Svelte. لكن في الكورس ده احنا هنركز على انجولار تحديدا، وتحديدا هنعمل موقع كامل عملي بانجلر. عايزك تفرق ما بين كونسبتس كده موجوده في انجلر. في فرق بين انجلر جي اس وانجلر. انجلر جي اس هو النسخه الاولى من انجلر، ودي تقريبا اتلغت، او يعني المواقع اللي معموله بيها مواقع قديمه جدا، وبيحاولوا بعد كده ان هم ينقلوا للنسخ الاحدث. انجلر بس، او ساعات بنقول عليه انجلر 2، نقصد بيه انجلر فيرجن من 2 وطالع، فيرجن بقى 5 10 15، كل دي فيرجنات بتاعت انجلر 2 او انجلر بس. كمان عايزك تفرق ما بين الستاند الون كومبوننتس والان جي موديولز. ان جي موديولز دي الطريقه اللي كانت شغال بيها لغايه قبل انجلر 14، وبعد انجلر 14 بقينا بنستخدم حاجه اسمها ستاند الون كومبوننتس.